الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني في الله، فانتهى بنا المقام في درسنا السابق عند صلاة المسافر، وهو ما سنبتدئ به في هذه الليلة إن شاء الله. المسافر حاله كحال المقيم، أن الله قد فرض عليه الصلاة، ولكن هناك أحكام متعلقة بصلاة المسافر عليه أن يفقهها وأن يتعلمها وأن يفهمها. فمنها نسمع: باب مشروعية الأذان للمسافر. عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتى رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنتما خرجتما فأذنا، ثم أقيما، ثم ليأمكما أكبركما. إذن هذا حديث صريح منه صلى الله عليه وسلم يرشد المسافر بأنه متى أراد أن يصلي الفريضة فعليه أن يؤذن. وانظر إلى هذا المجموع، فالمجموع فقط اثنان، وكما يقول علماء الأصول أقل الجماعة اثنان، ومع ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤذنا. وأيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن من صلى منفردا فليؤذن. وهذا الحكم وإن كان في الحضر فهو يشمل الجميع. فذاك الصحابي وهو ما يسمى بالمسيء صلاته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تشهد وأقم. فمن كان مسافرا وأدى الصلاة حتى لو كان لوحده فعليه أن يؤذن. بل أقول النساء في البيوت، وهذه أمانة في أعناقكم أن تبلغوها، وهي أن النساء أيضا قبل أن تصلي المرأة لابد أن تؤذن. وهنا يظهر دينها واستجابتها للحكم الشرعي وتمهلها في صلاتها. فبالتالي إخواني في الله، المؤذن يكون في حق المسافر، والأذان عفوا يكون في حق المقيم والمسافر وفي النساء والرجال. نعم، ننتقل إلى باب جديد. باب وجوب قصر الصلاة للمسافر. نعم، هذه الصلاة التي فرضها الله عليه فيجب على المسافر إذا صلى منفردا أو صلى إماما أن يقصر الصلاة، بحيث يصلي الصلاة الرباعية يصليها ركعتين، وأعني بذلك صلاة الظهر والعصر والعشاء. فبالتالي عليه أن يحرص كل الحرص على القصر، لأن هذا فرض على اختيار بعض أهل العلم، ويسعفه ما سوف نسمعه من النصوص. نسمع: أولا، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: فرضت أي ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيدت في صلاة الحضر. نعم، إذا فرضت. فإذا لا تقول زيادة الخير خيرين، فأصلي الفريضة كما أصلي في الحضر، لأن هذه صلاة المسافر المفروضة ركعتين. نعم. ثانيا، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين. نعم، إذا هذه نصوص صريحة وواضحة بالقصر في حق المسافر. نعم، إلى متى يستمر المسافر يقصر من الصلاة؟ إلى متى؟ نسمع: باب استمرار قصر الصلاة للمسافر حتى يرجع. إذا
استمرار قصر الصلاة في حق المسافر حتى يرجع، ما دام أنه يطلق عليه لفظ السفر فعندها تجري عليه أحكام صلاة المسافر. فمتى قلنا صلى منفردا أو إماما فيقصر، أو صلى مع جماعة وراء مسافر. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. إذن حتى رجعنا إلى المدينة، وهو مكان استقرار وسكنى النبي صلى الله عليه وسلم. متى يبتدئ المسافر بقصر الصلاة؟ وبعض الإخوة لا يفرق بين القصر وبين الجمع، فالجمع يجوز في حق المقيم ويجوز في حق المسافر، فمتى دعت الحاجة جمع بين الصلاتين وجمع بين الصلاتين سواء في حق المقيم أو المسافر. والسفر في حد ذاته حاجة وعذر، فبالتالي يمكن أن يجمع المقيم لكنه لا يقصر، ويمكن للمسافر أن يقصر ولا يجمع. فبالتالي لا تجعل القصر ملازم للجمع، فهما منفكان. نسمع. باب يبدأ المسافر بالقصر إذا خرج من البنيان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أربعا، وبذي الحليفة ركعتين. إذا انظر إلى ذي الحليفة، ماذا تبتعد عن المدينة؟ ما يقارب 15 كيلو في زماننا، وحسب المكان طبعا أكثر وأقل حسب المكان. ومع ذلك عندما النبي صلى الله عليه وسلم غادر البنيان ووصل إلى ذي الحليفة، وهي الآن يعني طبعا بالتنظيمات العصرية والحالية تبع للمدينة، لكن في ذاك المكان وذاك الوقت كانت خارج المدينة، فعندها ماذا؟ قصر النبي صلى الله عليه وسلم مسافة قصيرة فابتدأ. فمتى يغادر الإنسان البنيان فيبدأ بالقصر. نعم. طب إذا صلى المسافر وراء المقيم هل يقصر؟ الجواب لا. نسمع. باب صلاة المسافر وراء المقيم تماما. عن موسى بن سلمة الهذلي قال: سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام، فقال: ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. إذن ركعتين سنة أبي القاسم عليه الصلاة والسلام، هذا إذا لم يصلي مع الإمام. فمفهوم المخالفة أنه متى صلى مع الإمام صلى صلاة كاملة الإمام المقيم، بينما إذا كان الجميع من المسافرين فهذا المسافر يقصر وهو الإمام، ومن وراءه أيضا مسافر يقصر. نعم. قال الإمام ابن خزيمة: قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: هذا الخبر عندي دال على أن المسافر إذا صلى مع الإمام فعليه إتمام الصلاة. كيف حكم ابن خزيمة بمفهوم المخالفة؟ نعم. وعن موسى بن سلمة قال: كنا مع ابن عباس بمكة فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين. قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم، تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. إذا متى صلى المسافر وراء المقيم أتم صلاته، بينما إذا صلى المغرب سواء كان منفردا أو وراء مقيم أو إماما فالمغرب لا تقبل القصر. نسمع. باب يصلي المسافر المغرب ثلاثا دون قصر. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم،
قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن لا تقصير في صلاة المغرب وصلاة الصبح. نعم، إذا الآن قلنا مشروعية الجمع، الجمع في حق المسافر متى تلبس بالسفر جاز له الجمع، ومتى يقصر إذا غادر اتصال البنيان. فبالتالي إذا أراد أن يقصر من غير جمع فله ذلك، إذا كان ما زال في دار الإقامة ففي بعض الصور يجوز له أن يجمع دون قصر، كما هو في حالنا وفي زماننا عندما يركب في حافلة، ولا أعني حافلة عمرة لأن الجميع يكون من أهل الصلاة والانضباط، ولكن أقول مثلا ركب في حافلة ويريد سفرا، فبالتالي يعلم من حال هذا السائق أنه لن يقف في موعد الصلاة الثانية، وخشية إن أخر الصلاة أن تضيع عنه، فهذا يجمع بين الصلاتين حتى لو كان في دار الإقامة، ولكنه لا يقصر لأنه لم يغادر البنيان. بينما إذا كانوا في رحلة عمرة فبالتالي يكون السائق على الغالب منضبطا في موعد الصلاة، فعندها لا يجمع بين الصلاتين في حق هؤلاء لأنهم لم يسافروا ولم يبتدئوا السفر من جهة، ومن جهة أخرى انضباطهم بسهولة أن يؤدوا الصلاة الثانية في وقتها. هذه ملاحظة مهمة، لأننا نرى أن بعض من أراد العمرة ما زالوا في دار الإقامة يجمعوا بين الصلاتين. نسمع. وهذا ليس محصورا أثناء التنقل بل حتى لو كان نازلا. عن معاذ بن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك، فكان يجمع الصلاة، فصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، حتى إذا كان يوما أخر الصلاة، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا. نعم، كيف يجمع المسافر؟ له حالتان، فمتى رحل وسافر قبل الزوال قبل الظهر فمن السنة أن يؤخر الظهر إلى بداية العصر، وهذه السنة والحمد لله يسهل تطبيقها إذا كانت الحافلة حافلة عمرة وهم يريدون السنة، فعندها يستجيب السائق لرغبة الركاب ولرغبة المسافرين. بينما إذا لم يكونوا يدا واحدة فموعد الصلاة يحددها السائق، ويحددها بناء على الاستراحات. بينما كما أسلفت إن كانوا كلمة واحدة طبقوا هذه السنة التي تكاد تضيع مع رحلات العمرة التي نسمع بها وتنقل إلينا ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسمع هذا التبويب. باب: المسافر يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، فإذا زاغت صلى الظهر ثم ارتحل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب. وهذا ليس محصورا في بداية السفر. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك، إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا. نعم، الآن هذا المسافر إذا نزل في أو انتهى سفره ونزل في الفندق مثلا كما في حالنا، وصلى في الفندق منفردا أو في جماعة مع المسافرين،
بسبب أو آخر، بسبب زيادة نوم أو بسبب زيادة تعب، فلم يذهب إلى المسجد أو تأخر إلى غير ذلك من الأسباب، فهل يقصر أيضا في الفندق؟ الجواب نعم، ما دام مسافرا ولم يكن من أهل الإقامة. فبعض الناس تجده يظن أن القصر فقط أثناء التنقل، وهذا خطأ. فالمسافر تجري عليه أحكام السفر ما دام مسافرا. انظر إلى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فعل في تبوك. باب المسافر يقصر من الصلاة حتى لو كان نازلا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة. نعم، هنا مع باب جديد متعلق بمن يؤم بالمسافرين بأن يحرص على على قصر الصلاة، على قصر الصلاة، فلا يطيل في القراءة ويقرأ من الطوال، وإنما ينتقي قصار السور، وهذا يتناسب مع حال المسافرين، فهم في تعب أو في رغبة في إتمام المسافة والسير إلى غير ذلك من الأسباب. نسمع. باب قصر القراءة في الصلاة أثناء السفر. عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. نعم، الآن المسافر من السنة في حق المسافر أن يترك صلاة السنة، أعني الرواتب، بينما له أن يتنفل ما يشاء من النفل المطلق، ولكنه لا يترك سنة الفجر ولا الوتر أو الوتر، وأقل الوتر ركعة، وله أن يصلي الوتر أو الوتر 11 ركعة مع قيام الليل، فبالتالي ذلك له. فله أن يصلي الضحى لأنها ليست من الرواتب، وله أن يتنفل على الركوبة، ولكن بداية يكبر تكبيرة الإحرام باتجاه القبلة، ومتى وشاء توجهت الركوبة فيتم صلاته حتى لو انحرف وابتعد عن القبلة. نسمع الأحاديث والتبويبات في ذلك. نعم. باب سنية ترك صلاة الرواتب المسافر. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، وقال الله جل ذكره: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلم أره يسبح أي يتنفل، يصلي النافلة وليس التسبيح المعهود اللي هو إيش، الذكر وما شابه. نعم. باب مشروعية صلاة المسافر لسنة الفجر. ورد ذلك في حديث أبي قتادة رضي الله عنه ضمن قصة النوم عن صلاة الصبح، وفيه: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداة فاصطنع كما كان يصنع كل يوم. باب مشروعية صلاة المسافر للوتر. عن سعيد بن يسار أنه قال: كنت أسير مع ابن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة. قال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته، فقال لي ابن عمر: أين كنت؟ فقلت له: خشيت الفجر فنزلت فأوترت. فقال عبد الله رضي الله عنهما: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ فقلت: بلى والله. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. باب مشروعية الصلاة النافلة على الدابة من غير اشتراط استقبال القبلة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راتب في غير القبلة. باب من صلى النافلة على الراحلة استفتح صلاته باستقبال القبلة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر
ثم صلى حيث وجهه ركابه. نعم، إذن هذا الذي يصلي النافلة كيف يصلي النافلة؟ يومئ، بمعنى أنه يجعل ركوعه وسجوده بالإيمان بتنزيل الرأس، فيجعل السجود أكثر من الركوع. نسمع. باب مشروعية الإيماء عند السجود والركوع في حق المسافر المتطوع على الدابة. عن عبد الله بن دينار قال: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت يومه، وذكر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. نعم، لكن هذا المسافر إذا أراد أن يصلي الفريضة فعليه أن ينزل من الحافلة ويصلي على الأرض قائما ويركع ويسجد بالهيئة المعتادة، بل حتى لو كانت امرأة فيجب عليها ذلك. أما إذا كان مسافرا بالطائرة فهنا إخواني في الله يحاول ما استطاع أن يؤدي الصلاة في غير الطائرة، إن كان قبل الإقلاع أو عند الوصول، هذا إن علم من نفسه أنه سيؤدي الصلاة في وقتها. بينما إن تعثر وتعذر ذلك بحيث أنه يغلب على ظنه أنه لن يتمكن من أداء الصلاة في وقتها حتى لو بالجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، فعندها لا بد أن يصلي في الطائرة، والطائرة ليس حالها واحد، بمعنى الطائرات في تقسيمها وتفصيلها ليسوا في صورة واحدة، بمعنى أن منها الكبير كبير جدا بحيث أنه يستطيع أن يقوم ويركع ويسجد ويصلي في مكان ولا يعترض المارين، بل بعض الطائرات كبيرة بحيث أنه يستطيع أن يصلي في جماعة، فمتى استطاع أن يصلي في جماعة وهو في الطائرة فيجب عليه. بينما إن لم يستطع، وإياك أن تخجل من دينك وإسلامك ودينك وصلاتك وتقول ينظر إلي وكيف أفعل، لا وزن لذلك، افتخر بدينك وأظهر شعيرة الصلاة. بينما إن كان الأمر أصغر من ذلك فصلي بما تستطيع، إن استطعت أن تقوم فقم، لم تستطع فصلي جالسا، إن استطعت الركوع فاركع، فما تستطيع فافعل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المهم أن تحاول لا أن تبتدئ بالجلوس دون بحث وتمحيص، فهذا هو في حق المسافر بالطائرة. نسمع ما يجب حتى على النساء من النزول، فبعض النساء إذا أرادت أن تصلي في حافلة ونزل الناس ولم يجدوا مسجدا تقول أصلي في الركوبة في الحافلة، فتصلي وهي جالسة فلا تركع ولا تسجد، فصلاتها باطلة لا وزن لها. وبعض الناس يقول زوجتي قد يراها الرجال وهي تركع وتسجد لأننا لا نجد مسجدا. سبحان الله يا أخي، هذه غيرة في غير مكانها، لأن هذا موطن عبادة وطاعة وقربة، يجب عليك أن تستجيب. ومن سوف ينظر إلى امرأة مستورة من ساسها إلى رأسها وهي تعبد ربها وتسجد لله جل في علاه؟ فإذا أراد العري فهو موجود في الشوارع وفي السطلان والإنترزف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبالتالي إخواني في الله، إياك أن يقنعك الشيطان بأن هذه غيرة، ثم في موطن الغيرة الحقيقي لا يغار، انتكست الأمور وانقلبت
ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسمع. باب وجوب النزول للمسافر عن الراحلة عند أداء الفريضة حتى في حق النساء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. وأيضا فهو مؤكد في حق النساء. عن عطاء بن أبي رباح أنه سأل عائشة رضي الله عنها: هل رخص للنساء أن يصلين على الدواب؟ قالت: لم يرخص لهن في ذلك في شدة ولا رخاء. قال الراوي: هذا في المكتوبة. نعم. ماذا يفعل من أم بالناس وكان مسافرا؟ يجب عليه أن يقصر ويخبرهم بأنه من المسافرين، فيقول: إنا قوم سفر، أي نحن من المسافرين. نعم. نسمع. باب من أم بالناس وهو مسافر قصر وقال لهم: إنا قوم سفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قدم مكة صلى بهم العيد، صلى بهم ركعتين، ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. نعم. إذا أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. الآن ننتقل إلى قوم المسافر، وخصوصا أن كثيرا ممن يخرج في السفر يخرج في رمضان، في عمرة رمضان، لأن عمرة رمضان فيها فضل عظيم، فهي تعد الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي هذا الشخص لابد أن يتفقه فيما يتعلق بالصيام. أولا ينبغي له أن يفهم بأنه يجوز له أن يفطر، أن يفطر، نعم، حتى لو كان في سفر طاعة أو سفر فتحة فله أن يفطر، لأنه مسافر وتجري عليه أحكام السفر. نسمع. باب جواز الفطر في حق المسافر. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال الإمام القرطبي رحمه الله: في الكلام حذف، أي من يكن منكم مريضا أو مسافرا فأفطر فليقم. هذا التقدير مهم جدا، فأفطر، لأنك إذا قرأت الآية هكذا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، بمعنى أن صيام المسافر باطل وصيام المريض باطل، لا، هناك شيء محذوف مقدر، فأفطر، فعندها يطالب بالأيام الأخر. ومن أعمل الظاهر ولم يعمل المعاني وقع في هذا الخطأ. أما من السنة، فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. نعم. إذا الشرع يقول لك: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وأيضا يقول لك: لا يجوز لك أن تنكر على المفطر إن كنت صائما، ولا الصائم على المفطر، هذه فسحة. لكن عليك مباشرة متى انتهى اليوم الأول من شوال، يعني اليوم الأول من العيد، فثاني يوم تسارع إلى القضاء، فهذا هو الذي يحبه الله، المسارعة، كما في النصوص الكثيرة. نسمع الباب التالي. باب عدم مشروعية عيب الصائم على المفطر أو المفطر على الصائم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ومع ذلك عندما سافر النبي صلى الله عليه وسلم كان من الصائمين، وكان غيره من الصحابة رضوان الله عليهم من المفطرين. نسمع هذا التبويب. باب استحباب الصوم في السفر لمن أطاقه واستحباب الفطر لمن لم يطق. أما ما يتعلق باستحباب الصيام، قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم شديد الحر، حتى أن الرجل لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما منا أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم
وعبد الله بن رواحة. نعم. وأما ما يتعلق باستحباب الفطر لمن لم يطق. إذا من لم يطق الصيام فعليه أن يسارع إلى الإفطار، فهذه رخصة، فعليه أن يقبل رخصة الله، وفي نفس الوقت قد ينبني عليها تقصير في طاعات أخرى. فبعض الناس مثلا إذا صام لا يلبي، تجده لا يلبي، وتجده إذا وصل إلى الطواف قبل الإفطار يريد أن يسارع إلى الطواف فطاف بتكاسل، وحتى أنه لا ينتظر حتى يفطر ويدب وتدب القوة في جسده. لا، إذن هذا الصيام انعكس بأن أثر على عبادة أخرى، فعندها ليس البر الصيام في السفر، وكذلك في الجهاد. نسأل الله أن يكرمنا بالجهاد الشرعي الصحيح لا كما هو الحال في هذا الزمان. فعندها يفطر المجاهد في سبيل الله في رمضان ليتقوى على قتال أعداء الدين، لأن الصيام يعيق الجهاد عن الجهاد الشرعي، لا كما ذكرت قبل قليل الجهاد المنكوس والمعكوس ولا حول ولا قوة إلا بالله الذي سمعنا به في هذا الزمان. نسمع. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه، فقال: ما له؟ قالوا: رجل صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر أن تصوموا في السفر. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه تصريح بالتقصير السابق، حيث قال رضي الله عنه: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة أطعم فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. هذا حقيقة حديث صريح في المسألة. ماذا قال النووي؟ قال الإمام النووي رحمه الله تحت هذا الحديث: هذا صريح في ترجيح مذهب الأكثرين، وهو تفضيل الصوم لمن أطاقه بلا ضرر ولا مشقة ظاهرة. هذا النص الصريح مع أنه في صحيح الإمام مسلم، إلا أن بعض أهل العلم ضعف بعض الألفاظ التي فيها التصريح بما في هذا الحديث، فبالتالي إذا ثبت الحديث فهذا يوافق مذهب الجمهور الذي ذكرناه، أن من وجد طاقة بلا ضرر فعندها الصيام في حقه أفضل. بينما إن لم يثبت هذا النص فعندها نرجع أن العبرة بالعاقبة. نعم. باب جواز إفطار المسافر من دار إقامته. إذن من أين يبتدئ المسافر الإفطار؟ يبتدئ من دار إقامته، ما دام أنه نوى السفر فهو من بيته يجوز له أن يفطر ويتناول الطعام ويشرب ما دام نوى السفر، فإن تعطل السفر بعد ذلك فهو معذور ويقضي يوما مكانه، لأنه ما أفطر رغبة في الطعام وإنما بالعذر أنه من المسافرين. فهو إن أراد الإفطار وفي صباح رمضان قامت زوجته التي هي صائمة وليست بمسافرة فعدت له طعام الإفطار وأكل وشرب ثم ركب مع الحافلة فهذا جائز لا حرج فيه. نسمع الحديث. عن محمد بن كعب أنه قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد وحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ قال: سنة. ثم ركب. نعم. الآن ننتقل إلى مسائل متفرقة متعلقة بأحكام السفر.
فأولا فيما يتعلق بالتوقيت في حق المسافر في المسعى على الخفين، لأن المقيم يمسى على الخفين يوم وليلة، فيبتدئ مع يحسب اليوم والليلة بأول مسحة، فأول مسحة مسح يحسب يوم وليلة المقيم، بينما المسافر يحسب ثلاثة أيام بلياليهن وليس فقط بالنهار مع الليل. بينما أيضا في حق المسافر الذي تعذر عليه أن ينزع الخفين ويغسلهما وخشي ضياع الرفقة في بعض الصور، وفي زماننا في ضياع بعض مواضع وحجوزات الطيران، وخصوصا عندما يكون هناك تحويل، فعندها يمتد عذر المسع على الخفين إلى الأسبوع. نسمع هذين الحديثين في ذلك. نعم. باب التوقيت في المسح على الخفين في حق المسافر، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. والزيادة باب زيادة توقيت المسح على الخفين للمسافر عند الحاجة، عن عقبة بن عامر الجهني أنه قدم على عمر بن الخطاب من مصر فقال: منذ كم لم تنزع خفيك؟ قال: من الجمعة إلى الجمعة. قال: أصبت السنة. إذا أصبت السنة لأن هذا من المعذورين. الآن مسألة مهمة جدا، وهي ما يبحث عنه للأسف بعض المسلمين وبعض الشباب خصوصا، وهي من حرصهم على التحصل على ما يسمى بالإقامة عند الكفار رغبة في المال والدولارات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الإقامة مما حرمه الشرع ومما حكم على صاحبه بالإثم والعياذ بالله. نسمع إلى بعض النصوص التي وردت في حرمة الإقامة بين أظهر المشركين، بل كان شيخنا الألباني رحمه الله يقول: إذا كان هناك حيان أي حارتان، ما تسمى في لهجتنا بالحارة، حارة لليهود وحارة للنصارى، فلا يجوز لك المسلم أن تسكن في هاتين الحارتين، في هذين الحيين، فكيف بالمسلم الذي يترك بلاد المسلمين ويسافر ليقيم بين أظهر المشركين بين الكافرين ويسميها هجرة، وانعكست المسميات الشرعية، فالشرع سمى الانتقال من ديار الكفر إلى بلاد الإسلام بالهجرة، بينما أولئك عكسوا التسمية فسموا الانتقال من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار بالهجرة، وهذا انتكاس في المفهوم والعياذ بالله. أما الذهاب إلى بلاد الكفار لحاجة شديدة تقرب من الضرورة، فالحاجة تقدر بقدرها كما الضرورة تقدر بقدرها، بمعنى يأخذ مقدار حاجته ولا يستقر في تلك البلاد. مثلا مسلم يريد أن يتعالج أن يتطبب، فيذهب إلى بلاد الكفار الأسبوع أو الأسبوعين ليتعالج، ومتى شفاه الله يرجع إلى بلاد المسلمين، فهذا جائز. مسلم يذهب داعية إلى الله ولا يأخذ زوجته وأولاده حتى لا يفتنوا، فيمكث الأسبوع والأسبوعين ثم يرجع، فهذا جائز، ولا يكون حاله كما يفعل بعض الدعاة عندما يذهب فيقيم السنة والسنتين ويأخذ راتبا وموظفا في تلك البلاد إمام مسجد وخطيب وما شابه، لا،
فهذه إقامة في ديار الكفار والنصوص تشمله. يذهب يدعو أسبوع أسبوعين، بل يدعوهم ليرجعوا إلى بلاد المسلمين من دخل منهم في الإسلام، أو يخاطب المسلمين الذين هناك عمروا وبقوا واستقروا. هذا حاله. أيضا تاجر مسلم تاجر وذهب إلى بلاد الكفار يوم يومين ثلاثة أسبوع فقضى حاجته واشترى بضاعته وسارع. بل قابلت أحد التجار من المسلمين في هذه الديار أنه ذهب إلى أبعد بلد في العالم وهي أمريكا، فقال ذهبت في الصباح وكانت الطائرة قد حجزتها في المساء التي سوف ترجع بي إلى بلاد المسلمين، فقضيت حاجتي وبضاعتي في ساعتين فقط ثم رجعت إلى بلاد المسلمين والحمد لله. إذن وبارك الله له في تجارته ونمت. فإذن يا إخوان، ما نسمعه من رغبة بعض الشباب من الذهاب إلى تلك البلاد فهذا شيء فيه شر، بل الأدهى والأمر أن يبحث عما يسمى بالجنسية، فهذا أشر، لأنه يعلن الولاء للكفار ويقبل أن يكون جنديا في صفوف جيوشهم لقتل من شاءوا، وينسحب ذلك على أولاده. بل تستغرب من بعض الإخوة الذي يقول أبحث عن فتاة لأتزوجها معها الجنسية، ولو سماها النجسية لأصاب أكثر، لأنها تنجس نفسها. هذه حال من حب الدنيا وحرص عليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا أريد أن أكثر من الكلام، فالكلام كثير، ولكني أريد أن نسمع نحن وإياكم النصوص التي وردت في حرمة الإقامة بين أظهر المشركين. نسمع. باب حرمة الإقامة بين أظهر المشركين. عن سمرة بن جندب أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. إذا من جامع اجتمع مع المشرك وسكن معه فإنه مثله، والعياذ بالله. نسمع. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. أنا بريء، لا إله إلا الله. نسمع. وعن بهز بن حكيم عن نبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين. وعن جرير رضي الله عنه قال: قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وعلى فراق المشرك. إذن هكذا بايع النبي صلى الله عليه وسلم، أن يصلي ويؤدي الزكاة وينصح المسلمين ويفارق المشركين. هكذا كانت المبايعة. وعن أبي العلاء. وعن أبي العلاء بن الشخير قال: كنت مع مطرف في سوق الإبل، فجاءه أعرابي معه قطعة أديم أو جراب، فقال: من يقرأ؟ أو فيكم من يقرأ؟ قلت: نعم. فأخذته فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني زهير بن قيش حي من عكل، إنهم إن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وفارقوا المشركين. إذا ننظر، وفارقوا المشركين، فيجب على كل مسلم دخل في الإسلام أو على كل من دخل في الإسلام وكان مقيما في بلاد الشرك، انظر، وفارق المشركين، أن يهاجر إلى بلاد المسلمين. نعم. وأقروا بالخمس في غنائمهم
وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفيه انهم امنوا بامان الله فانهم امنون انهم امنون بامان الله ورسوله. اذا هذا هو حال من اراد دينه واراد اخرته. وبما ان الاذان قد ادركنا فبهذا نكون الحمد لله قد انهينا هذه الدوره التي استمرت في 4 دروس بما هي تذكره باحكام المسافر. فان كتب الله لنا حجا فسافرنا فلا درس في الاسبوع القادم، وان لم يكن فعندنا لقاء ان شاء الله متعلق بمختصر ايضا باحكام العمره وفضائل العمره. وبذلك نختم الكتاب، والله الهادي والموفق، وصلى الله وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.